السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زمان والإنسان عنده فضول كبير في إنه يعرف أسئلة كتير محيراه، وبيحاول عن طريق العلم إنه يحل كتير من الألغاز في الحياة. وهنحاول نعرف عن طريق العلماء على بعض الإجابات لبعض الأسئلة المحيرة للإنسان، ومنها إزاي بدأ الكون. وكتير بنسمع بعض المصطلحات اللي ما بنكونش عارفينها ونفسنا نعرفها، زي إيه هي عصور ما قبل التاريخ، والعصر الجليدي والعصر العتيق، وإيه هو العمر الحقيقي للكون، وكم يبلغ عمر الأرض. دي بعض الأسئلة الكتير اللي كتير مننا بيحاول يعرفها. نتيجوا مع بعض نعرف إجابتها وغيرها من الأسئلة المحيرة بطريقة سهلة وبسيطة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على الكل اللي يصلكم جديد إن شاء الله. بداية الكون. قام فريق من الباحثين من جامعة كالتيك بالاشتراك مع مجلة ناسا الأمريكية قياس موجات الجاذبية التضخمية المتوقع تولدها لحظة انفجار الكون، اللي كان حجمه قبل الانفجار أصغر من حجم الذرة. وقالوا إن الكون بدأ من نقطة صغيرة جدا لكنها شديدة الحرارة والكثافة، وفي خلال جزء صغير من الثانية حدث ليها تضخم كبير جدا وبسرعة كبيرة، وبعدها حدث لها انفجار كبير جدا لتصبح أكبر من حجمها بمليارات المرات، وبعدها بدأت تتمدد وتقل درجة حرارتها خلال مليارات السنين، مكونة في النهاية الكون الفسيح. وبعدها تكونت المجرات والنجوم والكواكب والبشر والطاقة المظلمة وغيرها. ودي اللي بيسموها العلماء نظرية انفجار الكون العظيم اللي سببت في نشأة الكون. بعدها جمع مجموعة من العلماء الفلكيين مع بعض على تحديد عمر الكون بعد دراسة أقدم ضوء كوني، وتم تحديده بحوالي 14 مليار سنة. بعد كده أصدرت جامعة كورنيل بعض الملاحظات اللي استنتجت من خلالها إن العمر الكون حوالي 13 مليار و770 مليون سنة، وده كان عام 2020. أما عمر الكرة الأرضية ففي بداية القرن العشرين اكتشف العلماء إنه يمكن قياس عمر الصخور من خلال الإضمحلال الإشعاعي، وقام عالم من علماء الجيوكيميائي بمعهد كاليفورنيا العالمي العالم كلير باتريسون اللي كان بيعمل في مشروع منهاتن لتطوير القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية بقياس تركيب النظائر للرصاص من نازا كانيون ديبلو والعديد من القطع الأخرى لبعض الصخور الفضائية. وحسب آخر الأبحاث تم اكتشاف أقدم نازك على الأرض اللي بيرجع عمره إلى حوالي 4 مليار و 540 مليون سنة، وده بيمثل عمر الأرض. أما نظرية تانية بتقول إن الأرض والقمر كانوا مندمجين، ولكن لقوة الجاذبية الأرضية جذبت إليها كل جسيمات الحديد، وإن الأرض عمرها حوالي 4 مليار و 500 مليون سنة. وتشير الدلائل إن الحياة على كوكب الأرض بدأت قبل حوالي 3 مليار و 700 مليون سنة، وإن أكتر من 99% من الكائنات اللي كانت موجودة وقتها اللي كان واصل عددها 5 مليار نوع انقرضت تقريبا. كما أكدت الدراسات إن الأنواع الكائنات الموجودة حاليا على الأرض تقدر بحوالي 10 إلى 14 مليون نوع، وإن في حوالي 1,900,000 نوع هم المعروف اسمهم فقط حتى الآن. كما أكدت الاكتشافات إن أقدم الكائنات الموجودة على الكوكب الآن هي كائنات دقيقة وجدت في رواسب مائية في كندا، وقدر عمرها بحوالي 4 مليار و 280 مليون سنة، وده بعد أن شكلت المحيطات حوالي سنة 4 مليار و 400 مليون سنة، عصر ما قبل التاريخ. والمسمى ده أطلقوا العلماء على الفترة اللي كان فيها الإنسان لسه ما اخترعش الكتابة. والجدير بالذكر إن اللي اخترعها هم المصريين القدماء والسومريين في العراق، وده كان في الفترة ما بين 3400,000 سنة إلى 3200 سنة قبل الميلاد. أما أقدم الآثار الدالة على وجود الإنسان فوجدت في كهوف في فرنسا وأسبانيا، ويصل تاريخها إلى حوالي 35,000 سنة. كما إنهم وجدوا بعض الرسوم داخل الكهوف اللي بيصور الإنسان فيها نفسه بالإضافة لبعض الحيوانات مثل الأبقار والغزلان والنمور، ووجدوا كمان بعض الأدوات اللي كان بيستخدمها في تقطيع اللحوم وبني الثمار. أما أقدم الرماح اللي كان الإنسان بيستخدمها في الصيد فوجدوها في ألمانيا بالقرب من مناجم الفحم اللي بيرجع تاريخها إلى حوالي 150,000 سنة، وكان طوله حوالي 2.5 متر. عصر ما قبل التاريخ بينقسم العصر دوت إلى عدة عصور. واحد العصر الجليدي
وهي الفترة اللي غطى فيها التلج معظم أجزاء الكرة الأرضية، وفيها انقرضت الكتير من الحيوانات الضخمة والطيور الكبيرة. والعصر ده جه مرتين على الأرض، واحد منذ حوالي 450 مليون سنة، والتاني منذ حوالي 300 مليون سنة، واستمر كل واحد فيهم من 20 إلى 50 مليون سنة. اتنين العصر الحجري القديم العميق، وده بالفترة من 7 مليون إلى 1000 سنة، ويرجح إن الإنسان بدأ في الظهور على الأرض قبل 2.5 مليون سنة تقريبا. تلاتة العصر الحجري القديم الوسيط، وده بدأ من 35 ألف سنة إلى 100 ألف سنة، حيث بدأ الإنسان في تطوير مهاراته في استخدام البيئة المحيطة. والفترة بعد كده اللي من 30 ألف سنة إلى 10,000 سنة شهدت الانتشار الكبير للإنسان في جميع بقاع الأرض. أما الفترة بين 10,000 سنة إلى 5,500 سنة قبل الميلاد، بدأ الإنسان زراعة الأرض في الشرق الأوسط والصين والهند. أما في أوروبا كان يعيش على الصيد وجمع الثمار من الأشجار. وفي مصر بدأت الحضارة الأولى من 5,500 سنة إلى 3,100 سنة قبل الميلاد على ضفاف النيل، وكان ده قبل عصر الأسرات الفرعونية الحاكمة. وبدأ ابتكار الأدوات الزراعية وجني المحاصيل وصناعة الفخار والنسيج واختراع الكتابة وتربية المواشي والأغنام. الحضارة المصرية القديمة، بدأت الحضارة في مصر حسب تقديرات العلماء قبل نحو 150 ألف سنة، ويقال أن الإنسان ظهر على أرض مصر لأول مرة في هذا التاريخ، كما أن بعض القبائل جاءت إلى مصر من ليبيا والصومال وقبائل من آسيا من الجنس السامي. بعد ذلك عاش المصريين على الهضاب حول النيل في كهوف من الصخور للحماية من الحيوانات المفترسة وبرودة وحرارة الجو، واستطاعوا اكتشاف النار واستخدامها في التدفئة والطبخ عليها، كما صنعوا الأواني من الفخار. أما في أوروبا فكانت الأمطار وفيرة والغابات كتيرة، فعاش الإنسان فيها على الصيد وقطف الثمار من الأشجار، وكانوا بيعيشوا في جماعات. العصر الحجري الحديث، بدأ فيه الإنسان يسكن الوادي ويزرع النباتات ويربي الحيوانات، وبدأ في بناء المساكن البدائية من الأشجار والطين، وصنع أدوات الحروب مثل الفؤوس والحراب بشكل أفضل من العصور السابقة. ثم جاء العصر المعدني، اكتشف فيه المصريين الكتير من المعادن في سيناء، وكان أولها معدن النحاس اللي استخدموه في صناعة الزينة بخلطه مع الذهب، وبدأوا في صناعة النسيج والجلود والعاج، وتطورت صناعة الخزف، وبدأ الفن المصري في الظهور بالنقش على الخزف، وبدأ المصري القديم يبني من الطوب والخشب، وبدأ استخدام الأساس والوسائد من الجلود الحيوانات، وكان النحاس أكثر المعادن استخداما في أوروبا اللي كان بيصنع منه أدوات الصيد، وخصوصا في أواسط أوروبا على جبال الألب. وقبل 5,300 سنة تم اكتشاف بلطة من النحاس في النمسا يرجع تاريخها لهذا الوقت. العصر البرونزي، بدأ العصر البرونزي في أوروبا حوالي سنة 2200 قبل الميلاد، وظل يستخدم حتى 800 سنة قبل الميلاد. والبرونزي معدن بيتكون من 90% من النحاس و10% من الأزدير، وهو أصلب من النحاس، وتم ابتكار هذه الخلطة أو السبيكة حوالي سنة 3,800 سنة قبل الميلاد، وصنعوا منها أدوات لتقطيع الأشجار. كما وجد البرونز أيضا في فلسطين عام 3,300 سنة قبل الميلاد، وتم استبدال البرونز بالحديد حوالي عام 1700 قبل الميلاد. العصر الحديدي، بدأ استخدام الحديد في آسيا الصغرى في القرن 17 قبل الميلاد، وانتشرت صناعته في سوريا وباقي بلاد الشرق الأوسط والبلاد المطلة على البحر المتوسط. وفي النهاية لازم نقول إن كل النظريات والتقديرات دي هي تقديرات علمية بحتة تحتمل الصواب والخطأ، فعلم الكون يعلمه الخالق سبحانه وتعالى. وإنما أردنا في هذه الحلقة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وسبحان القائل في سورة الإسراء الآية 85: وما أوتيت من العلم إلا القليل صدق الله العظيم فسبحان الله الخلاق العليم. خلصت حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.